احنا هنا نبعد عن مقر الولايه بحوالي 400-450 متر لا اكثر، ورانا نعانيو. انا اخر واحد سكنت هنا في هذا الحي هذا عندي 22 سنه، راك تشوف المعاناه اللي رانا نعانيو منها. خدمات صرف المياه مخدومه لمده بالك واحد 25 سنه، وحنا نعانيو من الانسداد نتاعها. شاك فوا مبوشيه، نروحوا واسمو لونا، نروحوا للبلديه، يجيو يحاولوا كيفاش واسمو يديبانيو، ومن بعد يروحوا. قلنا لهم يا جماعه عاودوا لنا هذا واسمو قالوا صرف المياه تويوات نتاع ابرام صغار، وراه ما عندوش لا بونت، راهو واسمو حاجه صغيره تبوشيه. يجيو يشوفوا ويوليو. اخر مره اليوم راهي كانت عندنا هنا واحد ممثل تاع البلديه وتاع الهيدروليك، وطرحنا لهم المشكل وقلنا لهم الا كان تحبوا تخدموا هاد واسمو الريزو هذا او لازم يتعاود نهائيا. شوف كيما راك تشوف عندنا المياه القادره تاع لا لين الكبيره راهي ترجع كامل تولي لعنا عندنا، تخرج منا عندي ها. ورانا خايفين يا اخي من هذا المرض اللي يهضروا عليه تاع الكوليرا هذا، راني في مده تاع 3 شهور هنا ويهبط حتى لعند الحي لتحت عند الجيران لتحت. راه من رانا في معاناه كبيره، انتشرت فيه الروائح الكريهه والناموس. وعندنا بعض الامراض الجديه، عندي المراه في الدار مريضه بيديها وجهها من السبب هذه تاع الماء هذا.